السلام عليكم. بهذا الفيديو راح أعرض مقدمة عن New Generation of Robotic System. طبعا هذا الجيل الجديد من الروبوتات بدأ بالعشرين سنة الماضية، من عام 2000 بدأ يحتل اهتمام في الجامعات العالمية والبحوث، وطبعا هو ما وصل لحد الآن إلى أنه يصنع بشكل تجاري ويوزع، لا زال هو في طور البحث. بشكل عام كل الابتكارات والأجهزة اللي موجودة هي أصولها بيولوجية، تجي فكرة عن طريق نبات أو حيوان، تصرف إلى أو جزء من أعضائه، وعلى أساسها يتم تكوين أو صناعة أو اختراع جهاز معين. طبعا واحد من الأمثلة اللي هو الريجيد روبوت. من نقول ريجيد روبوت يعني أقصد به الروبوت اللي مصنوع من مواد صلبة، سواء حديد، ألمنيوم، أو أي مادة أقدر أسميها ريجيد. خلال السنوات الأخيرة لاحظ أنه الروبوتات بدأ يزداد استعمالها، يعني سواء بالمعامل، دخلت في كل الصناعة، وحاليا دخلت في المستشفيات يعني الرياضة الطبية، وأيضا صارت عندنا روبوتات موجودة بالبيوت، يعني بعض الأحيان حتى على شكل ألعاب للأطفال وغيرها. هذا التعامل مع روبوتات بشكل قريب على الإنسان، وهي روبوتات مصنوعة من مواد صلبة، بعض الأحيان تكون حتى ثقيلة بالوزن، تسبب لنا ربما إصابات، فراح يسوين عملية زيادة باحتمالية الإصابة. فلهذا صار عندنا الجيل الجديد نسميه سوفت روبوتس. هذه السوفت روبوتس مصنوعة من مواد سوفت ماتيريالز، يعني أكثرها من الربر والبلاستيك الخفيف، فبالتالي هي ما بها مواد ريجيدز، وزنها قليل، وراح نشوف خلال الفيديو الادفانتجز مالتها. بهذا السلايد عندي مجموعة من الروبوتات واللي هي كلها ريجيد روبوت، فقط نلقي نظرة سريعة عليها. من الأعلى اليسار عندي هذا الروبوت اسمه ناو روبوت. هذا الناو روبوت سعره تقريبا حدود 10,000 دولار، ووزنه تقريبا 6 كيلوات كيلوغرامز. طبعا هو عنده قدرة على المشي والحركة والرقص والنطق بالكلمات، وأيضا يعني برمجته أيضا هي سهلة، فقط بلوكات. الروبوت اللي على اليمين هذا فقط مثال للميديكال روبوت، أيضا هو مصنوع من ريجيد ماتيريالز. إذا أبقى باليمين، أسفل اليمين، عندي هذا روبوت بي تو أرمز، طبعا كل أرم بها مجموعة كبيرة من الجوينتس، فعنده قدرة كبيرة على الحركة، باستعمالات هواي، ممكن استعمل استعمالات صناعية وأيضا الاستعمالات الطبية، يعني أنا متعامل وياه بشكل مباشر. النوع اللي بالوسط هذا سيرجيكال روبوت، روبوت أيضا مصنوع من مواد ريجيد، يقوم بالعمليات، وموجود في بعض المستشفيات في ألمانيا واليابان، وطبعا دخل المستشفيات الصينية بالفترة الأخيرة. اللي آخر واحد اللي هو مثال على ذراع روبوت صناعية، طبعا أكيد حضراتكم شايفين هذا النوع من الروبوتات اللي موجود هسه في أسفل اليسار، وهو روبوت صناعي موجود في أكثر المعامل. طبعا وزن هذا الروبوت الصناعي، يعني ممكن هذا النوع من الروبوتات، يوصل إلى حدود 250 كيلوغرام، وممكن هو يتعامل مع وزن، مع لود، يعني من يريد يشيل أي شيء يحركه المكان ينقله، مع لود ما يتجاوز 100 كيلو. فإذا لاحظ أكو فد مصطلح نسميه force to weight ratio، اللي هو مقدار الفورس مالته مقارنة بالوزن. فلاحظ هنا ممكن تكون الفورس 100 كيلو مقارنة بوزن اللي هي 250. فكرة السوفت روبوت اجت من خلال بعض الـ يعني الأحياء البيولوجية بشكل عام، مثل الحيوانات
والنباتات اللي ما بيها ريجيد بارتس، ما بيها اجزاء ريجيد. لاحظ هسه بالصوره الاعلى بالفيديو الاعلى انه هذا الخرطوم الفيل الالفنت شرانك هو قادر على انه يعني يستعملها للاكل والتقطيع الاشياء ولحملها، ولكنه ما يحتوي على اي جزء رجل، ما عندي مفصل، ما عندي عظم اصلا، فقط هي عضلات. وهذه العضلات لاحظ انه قدرتها على الاحناء والحركة. ايضا اذا اجي الفيديو اللي بالاسفل اللي هو الجيلي فيش، ايضا الجيلي فيش جاي شوفون حركته، سباحته بالماء، وايضا هو يهاجم الفرائس مالته ويبتعد عن الحيوانات المفترسة الاخرى بالبحر، وايضا هو لا يحتوي على اي جزء يعني رجل، ما بي مفاصل، ما بي عظام. الفيديو الاخر اللي هو الستار فيش، نجمة البحر، ايضا لاحظ نجمة البحر هنا قدرة على الحركة وبدون وجود مفاصل او عظام. فاذا هنقدر بدل ما نسوي ريجيد روبوت، نصنع روبوت من مواد صلبة وجوينتس مفاصل، ممكن نحاول نستلهم هذه الفكرة من البيولوجي، من الأحياء، ونحصل على أجزاء متحركة قادرة على الانقباض والانبساط والانحناء بدون وجود مفاصل. طبعا بالنسبة للريجيد روبوت، الروبوت راح يكون مصنوع من مواد ريجيد، وأيضا المحركات مالته راح تكون ريجيد، يعني إما نستعمل هيدروليك أو نستعمل محركات كهربائية، وبالتالي هي ريجيد اكتويترز، محركات صلبة. بالسوفت روبوتكس، وحدة البناء راح تكون هي عبارة عن الشيء نسميه مصل، وهذه المصل هي عبارة عن عضلة تنبسط وتنكمش، فإذا هي جاءت تسمية مصل من هذا التصرف مالتها. مصنوعة المواد سوفت، أحسن نشوف تفاصيلها، وأيضا تكون هي يعني هي المحرك اللي راح يخليني نحصل على حركة من خلالها، ونفس الوقت نبني الروبوت أيضا من هذه المكونات. بشكل عام عندنا عملية صناعة المصل عملية جدا بسيطة، انه اخذ تو كابس نهايات اثنين، واحدة من عندهن تكون مغلقة يعني ما بيها فتحة، والثانية تكون بيها انلت بسيط لدخول وخروج الهواء. طبعا محركاتنا هي نيوماتيك تعمل على الهواء. ممكن اصنع نهايات صغيرة بالقطر، وبالتالي اقدر اخليها حتى عليها بالون، اوكي، او ممكن شوية تكون اكبر واخلي عليها بايك تيوب، هذا تيوب مع البايسكل، وممكن يعني ابدي ازيد بالاحجام واستعمل احجام اكبر. زيادة القطر راح ينطيني فورس اعلى، ما راح ادخل بالتفاصيل لكنه فقط للملاحظة. حتى اخليها تشتغل، هسه حاليا صار عندي تيوب وبنهايات اثنين، واحدة مسدودة بشكل كامل والثانية بها فتحة صغيرة لدخول وخروج الهواء. حتى تعمل راح اغلف كل هذه المصل، كل هذا التيوب مع نهاياته ببريدد سليف، اللي هو هذا المادة اعتقد مهندسين الكهرباء بشكل عام يعرفونها، اللي هي مادة يعني شبكة من البلاستيك من النايلون، ويغلف بها دائما الكابلات، يعني يستعمل للكابلات لحماية الكابلات. هذه بها هاي تنشن، ف يعني تتحمل فورس جدا عالي. حتى اصنع هذا المصل عندي نوعين اساسيات من التصنيع. الاولى اسميها كونتراكشن مصل، اللي هي مصل تنكمش مع الهواء، والثانيه اكستنشن مصل، واللي هي تزيد طولها تنبسط مع الهواء. حتى احصل على الكونتراكشن، المفروض اخلي طول السليف، هذا البريدد سليف اسميه اللي هو الكفر، اخليه بالضبط نفس طول المصل. فهنا بعد ما يصير عنده قدرة على التمدد باتجاه طولي، وإنما يصير عنده قدرة على التمدد باتجاه قطر مالته. فمن أنطيه هواء، التيوب مالتي راح يصير بيه هواء، راح يزيد حجمه، ما يقدر يزيد حجمه باتجاه الطول، فيزيد حجمه باتجاه القطر، فيصير عندي عملية تقلص للطول بمقدار 30%.
إذن هو تقريبا هذا الماكسيمم كونتراكشن ريشيو هو 30%، يقل طول المصل. إذا خليت طول السليف هذا الكبر أعلى من طول التيوب، وعادة نستعمل 2.5 تايمز، يعني مرتين ونص من الطول الأصلي، فبالتالي القطر مالته راح يكون هو ماكسيمم بعد ما يزيد، وإنما يزيد بالطول. من أنطي هول التيوب راح يزيد حجمه فيزداد بشكل طولي، وعادة نحصل على تقريبا 50% زيادة بالطول، واعتبر هذا الشيء طبعا جيد. حاول قدر الإمكان نبتعد عن المعادلات، فقط راح أشوفكم هذا الفيجر اللي يمثل force of the contraction pneumatic muscle actuator اللي هي العضلة مالتنا الهوائية. طبعا هذه بها two data experimental و theoretical force. بشكل عام لاحظ انه من تقريبا بالخمسين كيلو باسكال 0.5 بار يبدي يصير عندي force، وتوصل هذه الفورس لحدود ال 400 نيوتن، يعني تقريبا 40 كيلوغرام. فطول مصل 30 سنتيمتر، هنا استعملتها بالتجربة 30 سنتيمتر، قطرها الماكسيموم مالت 3 سنتيمتر، ووزنها تقريبا 100 غرام، قادرة على انه تحرك ثقل وزنه 40 كيلو. هسه مجرد يعني مقارنة سريعة بالرجل روبوت الصناعي اللي قلنا عليه قبل شوية، اللي هو وزنه 250 كيلو ويحمل لنا 100 كيلو، ف100 على 250 تمثل الفورس تو ويت ريشيو بالنسبة له. هنا عندي 40 كيلو على 100 غرام يمثل الفورس تو ويت ريشيو. فنشوف انه السوفت روبوت من ضمن الادفانتجز مالته انه الفورس تو ويت ريشيو مالته جدا عالية. هذا مقطع فيديو راح اشوفكم نوعين من المسلز اللي قلنا عليهن الكونتراكشن والاكستنشن. اللي على اليمين هي كونتراكشن وطولها 33 سنتيمتر، واللي على اليسار اكستنشن ايضا طولها 33. فهنشوف انه الكونتراكشن تقل ل 26 سنتيمتر مع الهواء، يعني بحدود ال 30%، والاخرى تزيد الى 46 اللي قلنا تقريبا هي 50% زيادة بالطول. بال 2017 صارت الحاجة إلى إيجاد أنواع أخرى من المسلز، فمن خلال عمل بسيط أجريته عملية تغيير من البنية الخاصة بالاكتويتر بالمصل مالتنا، فصار عندنا بدل ما ينكمش أو يزيد طوله، يعني صار عملية بيند، يصير عندي انحناء. فلاحظ انه هذه المصلات طبعا جاي ينطيها هواء معين، فكل ما ازيد الهواء كل ما حصل على انحناء، واشوف الانحناء ممكن استعمله باكتويتر وحده، او اذا اخلي لي هذه ذراع مال روبوت بها اربع اكتويترات. ايضا الانحناء شفته انه اكو مجموعه من العوامل تاثر عليه، طبعا اضافه الى مقدار الهواء المضغوط هو طول المصل الاصلي، كل ما يزيد طولها الاصلي يزيد عندي الانحناء. من نفس الفكره تقريبا اخذت شكل الحركه مالت الافعى، يسمونها lateral undulation. هذه الحركة سويت من عندها أيضا مصل بها توبين، هذه نتذكر موجات الساين والكوساين، تقريبا هي فتشي شبيه بها، فصار عندي بيند من الجهتين. طبعا حتى أحصل على هذا البيندينج اللي سويته بالضبط، هو احنا أخذت كونتراكشن مصل، مصل عندها قدرة أن تتقلص مع الهواء، منعت التقلص من جهة معينة عن طريق أنه خليت قطعة بلاستيك جدا يعني نحيفة، لكنه تمنع التقلص من جهة، من أمنع التقلص من جهة فيصير التقلص فقط من الجهة الأخرى، فيصير عندي الانحناء. هذه طبعا أيضا هي بها فورس عالي وبها استعمالات عالية هنا. الـ
النوع الثالث من انواع الاكتويترز سميته سيركولار اكتويتر، هذا بال2018 وجدت انه اكو نوع من العضلات في جسم الانسان، واللي العضلات اللي تحيط بالفم والعضلات اللي تحيط بالعينين شكلها تقريبا دائري، شكل العضلة تقريبا دائري. وظيفة هذه العضلات، وهي عضلات طبعا خاصة ما موجود بعد معدة في أي جزء من أجزاء الجسم، هذه وظيفتها هي غلق وفتح الفم والعيون بشكل معين. فسويت هذه المصل اللي هي مصل دائرية، من أنطيها هواء كل اللي يصير بيها إنه القطر الداخلي مالتها يتقلص، ولاحظ إنه هذه طبعا هي صغيرة بالحجم، قطر الداخل مالتها 6 سنتيمتر، لكنه الفورس اللي ممكن تنطيني اياه اذا انطي 500 كيلو باسكال يا 5 بار هو حصل على تقريبا 55 كيلو جرام. يعني هذه داخليه بداخلها فد اوبجكت ووزنه 55، انطيها هو تضغط على بعد ما يقل القطر الداخلي يصير عمليه ضغط على هذا الاوبجكت واقدر ارفعه إلى وزن 55 كيلوغرام بدون ما يصير عندي أي حركة بالأوبجكت. كتطبيق لكل هذه المصلات اللي هي الكونتراكشن والإكستنشن والبيندينج والسيركولر، عندنا هنا هذا مثال بالأعلى على أذرعة روبوت قادرة الحركة باتجاهات مختلفة طبعا 360 درجة، وايضا بالاسفل عندي نوعين من انواع الجريبرز، وهنا استعملت يعني حركه اليد مالتي انه باستعمال سنسرات اقدر اسوي عمليه بيندينج وجراسبينج للاوبجكتس، و يعني تحكم كامل بالروبوت. بهذا المقطع اكو عندي ذراعين بسيطات من الروبوت، كل ذراع قادر على الحناء بجهة واحدة، وبها ثلاث 3 fingers يعني ثلاث اصابع تقوم بعملية المسك. لاحظ انه هذا الذراعين عمدا مع بعض و بعملية ايضا كنترول مو صعبة، فقط استلام وتسليم objects. طبعا لانه هذه الروبوتات مصنوعه من مواد سوفت ماتيريال، فالانسان ممكن يكون قريب إلها، اي تصادم مع الانسان يعني مثلا تصادم بين الروبوت وبين جسم الانسان ما تسبب اي اذى. يعني هي مصنوعه من شفتها من ربل ومصنوعه من الهواء، وبالتالي هي ايضا هي سيف وما بيها استهلاك للكهرباء، وهي جيده ايضا للانفايرومنت، فبالتالي استعمالاتها ايضا كثيرة وبها استعمالات طبية إضافة لاستعمالات صناعية. الأدفانتجز بشكل عام هي لايت ويت، احنا قلنا 100 غرام ممكن احصل الاكتويتر، لو كوست ممكن الاكتويتر ما يكلف اكثر من 5 دولارات، هاي باور تو ويت ريشيو قلنا ممكن 40 كيلو على 100 غرام يعني على 0.1 كيلو، ممكن اصنع بها باشكال مختلفة، صناعتها جدا سهلة سواء بالمختبر بالبيت، وأكيد راح تكون بالمعامل أيضا بسيطة. تطبيقاتها مفتوحة جدا كبيرة، من ضمن التطبيقات الطبية ربما أنه حاليا نتجنب تطبيقات الجراحية يعني السيرجيكال روبوت، لكنه تطبيقات طبية كثيرة إن شاء الله نتعرض لها بفيديوهات أخرى. وقلنا هي safe to human robot interaction، ما عندي أي مشاكل نتعامل بين الإنسان والروبوت، و friendly to environment. وشكرا جزيلا.